شمال كتشوفي اليوم يعني السباق ديالك في 800 متر؟ وا السباق ديالي الحمد لله اليوم انه الاستعدادات ديالي كانت في الحمد لله في كانت في المستوى باش انني نكون اليوم في السباق ديال محمد السادس نكون ضمن هاد الاداءات العالميات اللي متواجدين اليوم في الدور المسي محمد السادس، انني نكون موجوده وكامل الاستعدادات ديالي القويه باش ان شاء الله نحقق احسن توقيت ونفرح الجمهور الرياضي ديالي والمغربي ونحسن احسن انجاز ليا لهاد السنه. الحمد لله انني خانتني شويه بعد السرعه النهائيه في الامتار الاخيره لانني بعت بواحد التاخر بعد 200 متر الاخيره ما بين الاولى والثانيه، انه بعدنا واحد كانت واحد الامطار بيناتنا بانه حولت على دقيقه 59 والملتقى كان في دقيقه 57 الحمد لله، والمشاركه كانت بالنسبه لي ايجابيه ولو انا كنت نكون احسن من هاد الرتبه اللي حليت ومن هاد الوقت اللي حققته والملتقى الجاي ان شاء الله ممكن نكون احسن من اليوم. وشكرا. انا في 500 متر و 800 متر ان شاء الله كنطلب منهم يشجعونا ويزيدوا يحمسونا باش نديروا انجازات اكثر ان شاء الله.